بالنسبة ليونت 33 يتحدث عن الشد. يونت 33 راح نحكي عن الشد، وقلنا الشد تستخدم دائما نقولها ونستخدمها للنصيحة. خلينا نكتب ملاحظة بداية كل شيء. تستخدم الشد لإعطاء نصيحة أو رأي. تستخدم الشد لإعطاء نصيحة أو رأي. يعني الشد مو إجبار، مو فد شيء تجبر شخص، ولا مثلا احتمالية. نصيح، أني أعطيك نصيح، شخص يعطيك نصيح، أي شيء بي نصيحة. دائما وراء الشد فعل مجرد. إذا تستخدم الشد مع النصيحة أو إعطاء الرأي ويكون بعدها فعل مجرد. طبعا هي هسه هذه مضارع. You should go to bed. أنا أنصحك تروح للنوم، تعبان. The government should do more to improve school. المدارس تعبانة، لذلك إحنا ننصح الحكومة، نقول لها government يا حكومة should do more to improve school. أنت لازم تحسنين وضع المدارس. نصيحة. Should we invite Stephanie to the party؟ أنا أقول للواحد تنصحني أدعو ستيفاني للحفلة. طيب هذه كل النصائح. طيب ملاحظة رقم 2، عندما ننصح شخص بعدم القيام بشيء نقول شدنت. عندما ننصح شخصا ما بعدم القيام بشيء نستخدم شد. عندما ننصح شخص بعدم القيام بالشيء فنستخدم shouldn't. أنا أقول للواحد، أقول له you shouldn't believe everything you read. أنت ما لازم تصدق كل شيء تقرأ بصحيفة أو مجلة أو تلفزيون. نصيح بعدم القيام بشيء. هاي الملاحظة رقم 2. ملاحظة أخرى. تستخدم الـ I think، تستخدم I think و don't think و do you think. هذا نفسني يعني، هن كلهن جماعة think يعني. I think، I don't think، do you think. هذن كلتن think و جماعتن نستخدمهن ويا من ويا should. يعني إذا لقيت بالجملة وحدة من هذني راح تختار إلها should. I think، do you think، I don't think. دائما نستخدم should مع think. I think should. I don't think should. Do you think should. إذن should دائما تستخدم ويا think. ملاحظة أخرى، الشد ليست قوية كالمست والهاف تو. الشد تستخدم للنصيحة، مو للإجبار. You should apologize. أنا أقول للواحد لازم تعتذر. من أقول له you must apologize يعني معناها إجبار، لازم. تستخدم الشد للنصيحة وليس للإجبار مثل الماست والهاف تو. يعني الشد ليست بقوة الماست. You should apologize. هذه نصيحة مو إجبار. من أقول له you must apologize، لا هذا إجبار. خاف أجيب لكم مقارنة الأستاذة من تجيب لكم. بس هاي هذا يعني 34. بالنسبة للمقارنة فراح تكون هذا الجواب. من يقول لك you should، it would be good thing to do، سيكون شيئا ما أن تفعل. طبعا أنا أقدر أبدل بدل، يعني من أقول له you should apologize أقول له it would be good thing to apologize. مثلا قال لي، مثلا على سبيل المثال هنا قايل مثلا you should go. من اريد اسويها بالمقارنة اقول له it would be good thing to go.
يعني هاي بالمقارنة أغير الفعل دو، بدال دو أحط الفعل مالتي مال الجملة. أما الـ apologize must apologize you have no alternative. Alternative يعني بديل، يعني أنت ما عندك بديل ثاني. يعني أني يعني من أمثل لكم إياها، لما شخص يعني أكبر من عندي وأني غلطت بحقه، فهنا لازم أقول must. ليش؟ لأن هذا إجبار. طيب لما يصير سوء فهم، والخلل مو مني ولا من المقابل بسبب سوء فهم، هنا أنا أقول للواحد you should، أنت ما مجبر تعتذر. ليش؟ لأنه هو سوء فهم، الخلل مو منك ولا منه، ولكن يفضل تروح تنصحه، تروح أنا أنصحك تروح تعتذر له حتى تصير تنحل المشكلة يعني. بس هو مو إجبار، لأن المشكلة مو يمك. بس أنا من أعتذر من أغلط بحق شخص أكبر مني، لا هنا أنا لازم أروح لأن أنا غلطان. فهذا هو الفرق ما بين الشود والماست. يقولك استخدم الشود when something is not right or what we expect. الشيء اللي تتوقعه مو طبيعي، الشيء اللي تتوقعه مو طبيعي، فهنا راح نستخدم الشود. Where is Tina? She should be here by now. المفروض هي هنا. يعني الشود هنا تكون بمعنى مفروض. الشود هنا تكون دائما بمعنى مفروض. الجملة الثانية يقول the price wrong. السعر غلط. It should be. المفروض يكون 3.5. مفروض يصير 2.5 مو 3.5. دولارين ونص ما يصير. two euros and يعني مشان احنا نقول 2500 مو 3500. والله هسه السعر صار 5.5 ابشرك مو 2.5. طيب يقول we also use should to say expect something. لما احنا نتوقع فد شيء خصوصا توقع ايجابي يعني. يقول study hard، درس جيد. طبعا هذا مفتاح الحل، اللي يدرس جيدا should pass، يجب ان ينجح. should pass. A plenty of hotels. هنالك هواي فنادق. It shouldn't be hard. ما راح يكون صعب إنه تلقى مع فندق. المدينة مليانة فنادق، مو صعب إنه أنت راح تلقى فندق. يعني شيء بسيط إنه تلقى فندق موجود يعني. هذا الفكرة يعني. هاي الجمل لأن كلنا لازم نحفظها يعني حقيقة. أحفظها نحفظ. استخدم الشد وأعرف استخداماته وأحفظ جمل مالته. وانا كتبتكم قبل ملاحظة وارجع اقول لكم اياها. ملاحظة اخرى، تستخدم الشود والهاف والتصريف الثالث. تستخدم الشود والهاف والتصريف مع شيء مع النصيحة في الماضي بس. تستخدم الشود والهاف والتصريف مع النصيحة في الماضي. لما يكون عندي نصيحة في الماضي استخدم الشود والهاف والتصريف الثالث للفعل. يقول You missed a great party last night. You should have come. Why didn't you? ليش استخدمنا الشود والهاف التصريف الثالث؟ من يلي تجاوبني؟ دين استاذ معال نصيحة بالماضي. شكرا جزيلا، لأن نصيحة بالماضي مست و طيب. I wonder why are so why you're late. ليش انت هنا؟ طبعا هاي مو معناها are you were
why you are so late، يعني ليش انت شنت متاخر. يعني هاي الار اي اختصار للفعل المساعد وير اللي هو مال الواز وير. طيب يقول they should have been، لازم يكونون هنا by long ago. استخدم هنا الأجو، الأجو هي أصلاً للماضي، فمستخدم الشود نصيحة في الماضي. نفس الحالة أنصح تستخدم الشود أنت هاف والتصريف الثالث للنصيحة بعدم القيام بالشيء، للنصيحة بعدم القيام بشيء بالماضي. I'm feeling sick. أنا هسه قاعد أشعر بالمرض. ليش أشعر هسه أنا بالمرض؟ ليش أشعر بالمرض؟ لأن أنا البارحة I shouldn't have eaten. لأن أنا البارحة ما كان أكل هيك. طبعًا ماكو واحد يأكل أكل ساعة ساعة يتمرض. تدرون يأكل قبل يوم وثاني يوم يتمرض. إذن أكل البارحة وثاني يوم تمرض. يقول she shouldn't have been listening، ما كان المفروض هي تستمع to our the conversation. It was private، كانت خاصة. طبعا مفتاح الحل it was private، كانت خاصة. إذا أنا أنصح شخص بيقدم عدم القيام بهذا الشيء، ما يصير يعني إحنا نقول شمشمة أخبار، ما يصير لأنها كلام خاص. حتى هنا الجملة she shouldn't have been listening اللي جواها عفوا من قايل compare قارن should و should have، من قايل لك you look tired you should go to bed now، هنا شنو هي هنا؟ يعني نصيحة ولكن بالمضارع. الثانية you went to bed very late last night you should have gone to bed earlier، أيضا نصيحة ولكن في الماضي. ملاحظة أخيرة، يمكن استخدام الأوت تو بدلا عن الشود، ولكن نادرة الاستخدام، قليل جدا تجينا بالامتحان أنه الشود، يعني مو دائما مو دائما. يمكن استخدام الالتو بدلا عن الشد ولكن قليلة الاستخدام. إذن الملاحظة تقول نقدر نستبدل الشود بالاوت تو، مثلا do you think I ought to play for this job، تعتقد انا لازم اقدم على هذه الوظيفة، انا اريد نصيحة هنا. يعني Jack ought not go to bed so late، جاك ما كان المفروض يروح للنوم وهو متأخر، مفروض يروح بشكل مبكر، نصيحة يعني.